تجهيزات بيتينية، نقائل بيتينية. صحيح يا حياة بيتينية. أبوي أجيب الدبة مال أجيبه، تعال تعال تشيله. على الدبة مال غاز. هي مو كشتر، ضيم. شنو ابو علي؟ اقلك جابوك بالكلية هم؟ ها؟ جابوك بالكلية شنو؟ والله تعرفنا على رمز من رموز قبيلة السؤال ولازم حضور واجب. اي. اي. والسيد محمد عبد الله. محمد صواني ام العراوي. والله اليوم واليوم نفديه الفدي اليوم. شنو؟ اليوم واليوم ابد. ناس قاعدة ناس ناس. ويشيف ناصر جاي جاي جاي. هذا فلفل حار ويا طفيته ولك. اي خلي هذا سده سده بعد. هو هذا هو شيء غير فور. هذا مشتغل. هاي نعمة الله كلها. هو ما تعرف لعوفه عوفه. هاي نص جهيز. كم هاي اسماك سموك. المضيف. وهذا المضيف مال بيتينية. السيارات غادة طور فيها هاي شلون؟ اي المضيف عمي. وهاي جاي يعدل بالمضيف عباس. جيب هذا جيبه كاف هذا شين عباس هسه؟ نسوي لنا مضيف بالسيارات انا اخوك سيد حميد شغل سيارتك اريد اهلا يا تيني حراجة توجه الى الدلة رحمة الوالدك لا تظلون يم الطباخ خلوا الطباخ روح حدا يطبخ رجاء شنو ناصر هذا الغسيل؟ غسيل ابو العود يسموه. مرضك يا الله. طاح التفاح. طفلن طفلن. رياضي رياضي شو اسمك؟ جبار كم كم. لا ما ينوكل هيك. تروح تقش. تروح تقش. هو تعالوا هاي راح اسويها الكم كلها فاكهه. اي ما حد ياكلها بالفطور والله. اي اي هي راح اقشرها الكم وكله وبعدين. بار لا برمش ولا اخضر ولا ها احي. اقلك هذا شنو بس طاير من الجو. بعد هذا الجو هو الفطور. هاي هواي. فهو لازم يلك المعجون لازم يلك لازم إيه المعجون يلك صور هادي رحمة ابوك كثر له كثر له كثر له كثر له سوي له نغمة اخونا نريدك عباس اذا ما تقعد الناس ما تقعد اقعد وهسه تلم عدي جيب الشاي اليوم اليوم من العمر اليوم اليوم من العمر اليوم ينقنق اليوم اليوم ينقنق ينقنق ابو حسن اليوم ينقنق وايد شباب جاي يجهز وحده جاي يجهز بالطرش وحده وحده ولكن لا صايح البشر شنو هاي ناصر الطرشي ها هذا الطرش شنو هذا الطرش طرش طرش شو جايب لك طن ما طرش انت شو لك نايره بالطرش اليوم جيب جيب بعد جيب لك جيب لك سفن جيب قلوبهم قلوبهم ابوي ابوي بس شنو ابو حسن؟ والله شنو اليوم طحش طيب خلص 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 وين القايم؟ طالع ساعة والله طالعين سفرة اليوم احنا والشباب واي عشاء بالنزيرة زين بهاك شنو؟ والله يعني هاي البصل اقول لك كله بصل ها؟
هاي هاي اخو روسن روسن انا هاي هاي روسن ما خليت اللي هنا اوف روسن روسن ما بعد والله بعد وعلي خلنا نقلبها انا اقول لك نقلبها هذا هذا اخذ اللي يقع هاي 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 هلاوي عمي شاب عاد نص ساعه خلي اللي بس الجمر يفت ونحط على بس خليني هسه هذا الشطه هو سلاته سريع ما تروح اكل بنت شيء يهم يا بتحياتي لك ابو باقر هاي هاي قلبها عباس لا بعد والله صار لا لا والله بعد ما تجيب لنا شو اسمه طلع لنا جمر لل طلع لنا جمر للقهوه عود اي عود اخ اخ شوف القمر شعلوه اليوم غير يخبل نهار والله غصرته وحميت ما جبته وسفر اقول لك فاق شنو هاي الدوابه حالبه حلبه اقول لك شلون يلا جاهز اذا مو مال جاموس دار جاوله يلا يرجع انت يا باع المتابعين ابو عطيه وتحيات لابو عطيه ونتمنى انا اتمنى انا ويانا ايش يسوي هالمولد ها هاي المولد خطيه والله زينك راسك باع هاي الفواكه باع باكر سمعت ايش يقول عبد ناصر هاي الفواكه تحت الدار يتفرون الفريره ونص الصينيه ثلاثه اي يعني مو بالطول نص جهز فواكه نص الصوب نروح على اهل الصب هو يقول حضرون يسوون دويره هنا طلع له خبزه فوق ثلاث خبزات غطيها جيب لي صينيه جيب لي صينيه علاوي خذوها بعد هاي جواك الله طبخني جوا حيلك شنو اليوم؟ اليوم كثرها كثرها سفره رمضان حمر بس هاي يعني برمضان سفره رمضانيه ان شاء الله خير وبركه نعم نعم شنو هتم منها؟ ما تناقش ليش اها بس حط الماء حط الماء ناصر وايدك الماء واي واي خير هواي خير واجد ولد البصل مال عباس حط له شيء فيه عباس سلام عليكم البصل وتبوره تبو كلها على الصينيه تمر كام لبن كام يا ولد موجود هيك شوف الريرات الريم مو هيك ما يكفي اللهم صل على محمد اقلبها اقلبها ابو تفريد اذا ما تدبرها بس مو لطش اللطش ما يفيد شلحها من نام من نام شلحها شلحها اقلبها النوب من نام اقلبها النوب من نام شلحها يلا قعدها براحتك من التراب هاي بس ولد الشيوخ يسوونها روح ابو الشيوخ بس ولد الشيوخ حط لك الصين عليها جيب الصينيه جيب الصينيه جيب الصينيه الصينيه ده هو شو صاير بيها؟ يلف لفه واحده ابو غضب ابوي شو الله لفوا لفوا شلون يباع شلون يباع عاد غير يصور ابو غضب انت من يوم بس خلصون ابو غضب اظل صور ابو غضب اليوم العب هاي شنو حركه طباخ؟ شو اسمه؟ ناصر شنو هاي الحكايه اقول لك؟ شوف 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 يجي در الفوح الحكاكة ترد الروح ضيم هذا ضيم جيب لنا سفريات جيب لنا سفريات خلينا نودي لهم حكاكة غاد عديك سفريات سفريات يلا يلا جيب السمكة جيب السمكة جيب السمكة وين البطاطا اللي هنا؟ هذا هلا مو شو حكاكة اقول لك هذا مو شو اول مرة اشوف شو ما يسلم ما يسلم بالسمكة شلون شو غير اصلي ام العود شنو ناقص انت تشعل غير خمسة ارتب ارتب هناك شنو ابو حسن اقول لك؟ شنو اقول لك؟ شنو هذا السمك؟ روح روح صفط هذا ايه اهلا وسهلا المتابعين ابو عطيه والف تحيه لكم وهاي العيون المتابعين عم تمنين كل متابع ويانا شنو هالضيم هذا؟ شربوا لبن ابوي المتابعين صلوا يلا تفطرون تمر هذا تمر تمر بس هذا تشو تشو عصمان سيون وزعه وزعه شو اسمه وزعه اي 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 لما هات لما الصبي كافي ناصر
ناركم لا تطفى ما تطفى ما تطفى وضحتك بالسفرة هاي واللهم عجل وليك الفرج يا الله يا الله اجعلنا من انصاره واحواله والمستشهدين بين يديه يا الله عجل لوليك الفرج يا الله يا الله في ناس اليوم هاي السفرة سولت لنا عليها والله سفرة ان شاء الله خير وبركة وهم عيد الام محترم محترم عيد الام وهم عيد الشجرة اثنين هن وناس صايمة وخير من الله بعد خمس دقائق وهاي بركات شوف البركات تعال قعد ابو حسن اللهم صل على محمد استريح ذا استريح كافي 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 ماي بعد شوية تنين العطش هذا سمك على محمد وآل محمد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ولا يوم غد نويت ذهب الظما وافتلت العروق وثبت الأجر صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أحسنت أحسنت أبو حسن تمرة تمرة المتابعين اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعلى يوم غد نويت يا الله بسم الله الرحمن الرحيم من هاي أبو حسن هاي العيون المتابعين وسهمكم العافيه ان شاء الله الحمد لله شكرا لله ولا اله الا الله ثواب وجه الله ورسول الله وامير المؤمنين والحسن والحسين ال 12 معصومين وموتانا وموتاكم اجمعين اللهم بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد وال محمد الله صل على محمد وال محمد الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والدين ياك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك اهدنا الصراط والله نعم الضالين قلب الهي لك الحمد والشكر 80 لقمة لوجو 80 لقمة محمد وال محمد وتسي كل عريان الهي استرنا بسترك وارحمنا برحمتك الواسعة الذي وسعت السماوات والارض يا الله اعطينا فواكه ابو تغريد وراها وراها ناصر غسل غسل ورا ناصر ورا ابو يغفر ابو حسن ابو حسن 180 لقمة روح الله يزيده ويحفظ شواديته ويعطيهم العافية والصحة والسلامة اقول لك ابو حسن الخيوي لقط تفق 180 لقمة روح ابو عبرون نصف الميرندين نسيب حط نسيب حط قريت شو مالي يا فكر يا الباب يا الباب يا الباب سكنت الدهر طول العمر يا الباب يا الباب وحين حضرت هالمنية حضر يمها الوصب وقت الوطية ويتقل الأقراب يا بعد الروح ليا قرب يمها ومن عين الدمع سال يا رب يمها ومن عين الدمع سال يقل لها اشتهيسين مرت كبدتي يا ام حسن وحسين يقل لها اشتهيسين مرت كبدتي يا ام حسن وحسين اعد اعد ام حسن ورجاب علوم شاشد الفرقة على النعم احنا اللي ما يثبت بالعيمان تماشوا يا احنا اللي ما يثبت تماشوا يا احنا اللي ما يثبت اول مره يرمي في عبال ايش عندك